طيب، إلى خبر آخر، السودان يعلن التعامل بجدية مع تحذيرات الصحة العالمية. أكدت وزارة الصحة السودانية تعاملها مع التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار الكوليرا بالبلاد بصورة جدية. وأيضا وزارة الصحة السودانية من خلال متابعة الأوضاع الصحية بالبلاد وإيجاد معالجة جذرية لأي حالات طارئة. وقال دكتور بابكر المقبول مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة إن العمل مستمر من قبل الوزارة لمعالجة الأوضاع الصحية بصورة جذرية من خلال مراقبة خدمات النظافة وسلامة المياه بجانب مراقبة الأسواق والمطاعم حتى لا تتأثر صحة المواطن، كاشفا عن وجود متابعة للوضع الصحي بجميع الولايات ومراقبة معدلات الحالات بصورة يومية ودورية، فضلا عن العمل على توفير الاحتياجات الملحة للحالات الطارئة. بينما كشف المقبول بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية عن بذله مجهودات للسيطرة على الوضع الصحي بولاية كسلة للقضاء على الملاريا وحمى الضنك بصورة نهائية، مؤكدا أن الوزارة وحكومة الولاية توليان أمر الصحة اهتماما كبيرا من خلال التدخل لمنع انتشار الحميات في بؤرة محددة في الأحياء المتأثرة ومنع انتشارها لباقي المحليات غير المتأثرة. يعني سابقا تابعنا انه 8 حالات لحمى الضنك بكسلة وشمال دارفور، وايضا ارتفاع الحالات بسنار في الولايات المختلفة. يعني اداء وزارة الصحة وتفاعلها مع هذا الحدث المهم. والله نفتكر تفاعل ايجابي، ووزارة الصحة حتى الوزير هو شخصيا اتحرك لكل المناطق اللي فيها تأثر زي دي يعني، وفي كثير جدا من المنظمات المحليه والمنظمات الاقليميه والمنظمات العالميه بدات تساعد في هذه المساله. وانا بفتكر انه هو صحيح يعني في خطوره لمثل هذه الامراض، لكنها لم تصل الطور ان احنا يعني ممكن تشكل فيه خطر كبير، انما لانه نحن بنعيش اصلا مناخ ديمقراطي ومناخ حريه التداول فيه الاعلامي يعني متاح. وانا بفتكر انه التحذير بتاع منظمه الصحه العالميه برضه فيه شيء من الاعلام، برضه هي المنظمات العالميه دي ما بتركز على يعني بتستفيد من البتاع دي في انها هي نفسها ايضا بتمولها تخدم دول وبتمولها كذا وبتمولها كذا. فنتمنى انه نحن ما وزاره الصحه حتى الان، وحتى الان وزير الصحه ووزارته اداء ممتاز جدا جدا، وهو لقى اجهزه مستقره يعني سواء كانت الجهاز مكافحة الملاريا اللي هو قديم وفيه ناس خبرات كبيرة، أو الأمراض المستوطنة أو أمراض المناطق الحارة أو كذا، وقاموا بقوافل وأدوا الدور. نتمنى أنه الناس يعني ما يغفلوا الأمراض في نفس الوقت ما يدوها أكبر من حجمها حتى لا نتضرر اقتصاديا. نعم، معالجة المسببات أيضا. يعني نحتاج أن لا تتكرر مثل هكذا حالات في المستقبل القريب. كيف أو ما هو المطلوب من وزارة الصحة حتى تنظر للمستقبل بعين فاحصة، بما أنه هذا يؤثر تأثير كبير جدا على الاقتصاد، على كثير جدا من الأمور والمعاملات الخارجية؟ المفتكر أنه السيد الوزير أصلا كان عنده الوزير الجديد عنده علاقة ببعض المنظمات، وهو من خلال الحشد ذا ويعني وضع من أولوياته استئصال كثير من الأمراض اللي هي عملنا هذيك في السودان ومن السهل استئصالها، زي الحميات دي، زي الملاريا، زي كذا زي كذا. المنظمات دي عندها إمكانات كبيرة جدا ممكن تساعدك وتقيف معاك حتى تستأصل المرض. فنتمنى أن تكون الخطوة الأولى في استئصال الملاريا وغيرها من الأمراض الموقعدة. طيب، على ذكرك لهذه الخطوة الأولى للاهتمام أكبر والمعالجة، معروف ما حدث جراء سيول الأمطار اللي خلفته كثير جدا من الأوبئة اللي انتشرت الفترة الأخيرة، لكن أيضا في جانب يخص عملية تنقية المياه الأخرى تتعلق بإصحاح البيئة، مناطق طرفية تعاني ما تعاني من ضعف الخدمات. أيضا ما المطلوب يعني في الفترة القادمة بإذن الله تعالى نستشرف فيها وعد أخضر بإذن الله عشان ما نقول فاجأتنا الأمطار، فاجأتنا حاجات كثيرة، ما المطلوب في هذا الخصوص؟ المطلوب الإعلام يركز على المشكلة الأساسي في وهو الإنسان السوداني. بصراحة يعني الناس ما يزعلوا مننا، لكن التردي البيئي اللي بتجي الأمطار بتسبب منه أمطار بتسبب منه وتراكم الأوساخ وكذا وكذا. يعني دائما الحكومات هي بتكمل أدوار المجتمع يعني. فنحن نتمنى أن الإعلام يركز على مسألة إصحاح البيئة والتعامل مع البيئة الخارجية كأنك بتتعامل مع بيتك
الداخلي وكذا وكذا، حتى نسهل عمل الأجهزة النظامية والأجهزة الرسمية أو حتى المنظمات. صحيح. لكن هي دي كلها حتى الوزارة والحكومة والمنظمات دي كلها جات عشان تساعد، لكن ما جات عشان تشتغل أي حاجة أنت تتفرج يعني. نعم صحيح.